كدولة بنستفيد فوراً ب 35 مليار دولار أمريكي بيدخل الدولة المصرية، وأعتقد هذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة تدخل في أي وقت وفي أي سنة وفي أي تاريخ للدولة المصرية. كل الفضل يعود لقيادة السياسية للدولتين في هذا الموضوع. مش سهل أبداً إن حد يحط 35 مليار دولار في شهرين، مفيش في العالم كده. فرأت الإمارات بأن رأس الحكمة والأرض والبنى التحتية هي الصح. الآن استطاع أن يقيم مشاريع عليها لأن مصر أدت الجزء المطلوب منها وأسست بنى تحتية، والقطارات اللي تعملت والمطارات اللي تعملت. طوال الأيام الماضية شغل الإعلام بمكاسب مصر من صفقة رأس الحكمة، أكبر صفقة في تاريخ مصر، والتي أنقذت مصر من مأزق كبير بحسب ما أجمع خبراء الاقتصاد. لكن ماذا ستجني الإمارات مقابل استثمارها 35 مليار دولار في مصر؟ جرت صفقة رأس الحكمة الضخمة بقرارات مباشرة من قيادات البلدين، الأمر الذي ساهم بتسريعها لإنقاذ الاقتصاد المصري في الوقت المناسب. ولهذا أشادت القيادة المصرية بما بذلته القيادة في دولة الإمارات من جهود لإتمام الصفقة وإيداع قيمتها في البنك المركزي المصري في أسرع وقت ممكن. هو دعم إماراتي مباشر لمصر إذن، وليس مجرد استثمار وفق ما تقول القيادة المصرية. هدف الإمارات الأساسي إذن كان استقرار مصر، والقيادة الإماراتية تدرك أن استقرار الشرق الأوسط مرهون بشكل أساسي باستقرار دولة مهمة مثل مصر. وفتحت تلك الصفقة الطريق أمام مصر لتدفق مليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. أما استثمار الإمارات في المشروع الواقعي على ساحل البحر المتوسط فقد كان هائلا بالفعل، فالمبلغ المرصود لتطوير رأس الحكمة يبلغ 24 مليار دولار، بالإضافة إلى 11 مليار دولار سيتم تحويلها من ودائع إلى استثمارات. لكن هذا المشروع سيكون مربحا للإمارات ولمصر أيضا، فمن المؤكد أن الخطط طموحة لمشروع رأس الحكمة الذي تبلغ مساحته 3 أضعاف مساحة منهاتن، ويقع على الساحل الممتد غرب الإسكندرية باتجاه ليبيا، وهي مساحة خلابة. وتنوي القابضة ADQ صندوق الثروة الإماراتية الذي يقود صفقة رأس الحكمة تحويل المنطقة إلى وجهة ذات جاذبية عالمية، وتعد بتوفير مرافق سياحية راقية ستكون مقصدا للسياح من جميع أنحاء العالم.